التوظيف الصحيح بحيث نطلع من المخرجات السليم. جميع المشاريع، جميع المؤسسات، جميع العوائل لو قدرنا استخدام أسلوب التدريس المصغر في التدريب يرفع مستوى كفاءة المدرب، يرفع مستوى قدرات المدرب، مهاراته وتركيزه أكثر على المهارات التي يجب أن نركز عليها كما تلاحظون عن الزميل يقدم عرضه. الزملاء هم أيضا مدربين ويستمعون للزميل، يلاحظون بعض النقاط المحكية في مربع لماذا ومربع ماذا ومربع كيف ومربع ماذا لو، ثم يقدمون تغذية راجعة له للتحسين. يأخذ هذه التغذية الراجعة، يتقبلها، يحدد ما هي التي يحتاج أن يحسن فيها، ثم يعاود مرة ثانية تقديم عرضه من جديد ويقدم عرض أكثر احترافية للمرة القادمة، وهكذا يمارس يتعلم، يأخذ تغذية راجعة، يحسن بعد ذلك مرة أخرى. هذه هي طريقتنا في التدريب ضمن دورة تدريب. من المهارات اللي احنا نشوفها 90%